أولا مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. يعني نحب نقول لكم وين وصلت الأمور السياسية، لأنه ثم يسر النقاشات الفكرية وثم الأمور السياسية وهي مرتبطة ببعضها البعض. يعني أنا إلى حد الآن في اجتماعات لا تنتهي فيما يخص المشاورات، يعني شفت سي مصطفى بن جعفر وشفت يعني الأحزاب السياسية، شفت الكتل المختلفة في المجلس التأسيسي، اليوم بعد شوية باش نشوف المقرر نتاع المقرر العام السيد الحبيب خضر. يعني اللقاءات لم تتوقف تقريبا منذ أكثر من أسبوعين في بخصوص هذا الموضوع، لأني أنا عندي مشكلتين. المشكلة الأولى هي المشكلة الإجرائية، يعني كيفاش يعني نخرج بأقصى قدر ممكن من التوافقات حول النقاط الإجرائية نفسها اللي تعرف اللي فيها مشكلة. ثم أيضا تقريب وجهة النظر في خصوص يعني الخلافات الموجودة اللي هي خلافات هامة، ولكن في نفس الوقت نعتقد أنه احنا قادرين نتجاوزها. كل هذا حتى يعني وقت اللي يتم النقاش في الجلسة العامة يكون يعني نقاش هادئ ويكون نقاش بناء، لأنه البلاد هذه ما تنجمش تتحمل أزمة أخرى بخصوص الدستور، وما تنجمش تتحمل يعني مشاحنات ومكافات كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. إذن ثم الآن شعري ثم الآن يعني خطين متوازيين، الخط الفكري احنا نفكروا ونشوفوا لجنة الخبراء ونفكروا مع بعضنا، وفي نفس الوقت أيضا العمل السياسي اللي هو خلف ما نقولش خلف الستار لأنه ما علني، اللي الهدف منه هو فعلا إيجاد أكبر عدد ممكن التوافقات. الهدف هو أنه يعني كما قلت لكم أنه أولا الإسراع بالدستور والإسراع يعني بإطفاء كل الأزمات اللي ممكن تخلي تهدد الاستقرار. إذن أنا أشكركم لوجودكم هنا، ونحن قاعدين نعمقوا في النقاش. أنا كل يوم يعني كل لحظة تزيد تتضح لي بالصورة وتتضح المشاكل وتتضح أيضا الحلول لهذه المشاكل اللي نحاول نعالجه. إذن أنا نجم نقعد معكم سواء من زمان، لأنه يعني الأشياء مشاكل كثيرة والملفات كثيرة، لكن ماذا بيا يعني نواصل النقاش بكل حرية حول يعني ما هو الممكن وما هو المنتظر وكيف فعلا يعني نتقدمه، علما وأنه يجب أن نحب ننبه لأهمية الشيء اللي قاعد يقرأه، وهالبرين ستورمينج اللي على صعيد شعب كامل رأى عمره ما وقع في تونس في تاريخنا، وهذا يجب أن نكون واعين به. يعني عمره ما صار في تاريخ البلاد منذ 3000 سنة أنه الشيء قاعد يصير، أنه الأدمغة التونسية مئات وآلاف قاعدة تخدم مع بعضها وتفكر مع بعضها وتستنبط مع بعضها، وأنا بالنسبة لي ربما هذا هو الكسب الرئيسي اللي وقع من هذه العملية. ما نقولش اللي نص الدستوري ما عندهش قيمة، بطبيعة الحال عنده قيمة، لكن زاد هل البرين ستورمينج الجبار اللي دخل كل هذه العقول التونسية اللي عمره ما صار هو نفسه زاد كسب لا يستهان به، ويجب أن نكون فايقين به.